عندكم فرصة باش ترجعوا الجارحين باش ترجعوا في الترح تو. بعدنا على الطماطم رجلين. تو باش نصلحوا موضوع الطماطم. دوك البنات أنتم اللي باش تميزوا على رجالكم، كل واحدة تعرف رجالها شا عنده شا ما عندوش. دوك السؤال في دقيقة، راجلك قديش يشد من كورة؟ دوك خنفسر لكم اللعبة. هو معلق. إي. دوك ما نعرفش كيفاش شكون فيكم يخاف كي يبدا معلق، أما باش تبداو معلقين طالعين شوية زوز مترو، فما شكون يجبدهم باش يبداو يمشيوا يمين يسار، أنت لازمك ترمي له الكورة وهو يلصقها، عنده حوايج يلصقوا، يلصق الكورة. في دقيقة راجلك قديش يشد من كورة؟ نايلة. أربعة يمكن. أربعة. باه. رحاب. ثلاثة. ثلاثة. قايدوا ثلاثة الرحاب. مروان. إشراق. خمسة. وو. خمسة. وسامة. إيه جدا إيه جدا. بو كوراج. سيرين أنت لا ما عندك لافونتاج لخاطر تميزي الأخرى. دوك عندك اثنين والستة. أي أشرف قالك برا أنا با أنا با عندك كم رجال. لاباس. ها؟ لاباس. دوك خلينا نفسر لكم إتون دونيك سيرين الميز الكبيرة، خلينا نعمل دورة ثانية. نايلة نقعدوا في الأربعة، نقعدوا في الأربعة، رحاب نقعدوا في ثلاثة، إشراق نقعدوا في الخمسة، سيرين أشرف أكبر ميزة عندكم أنتوما كان باش يشدهم الستة كور في دقيقة، عندكم 15 نقطة يتزادوا لكم والمليون. حاضرين نجربوا أشرف تو سويت. يلا سيرين راجلك معلق، لطف عليه لطف عليه، هو يمشي ويجي، أنت لازمك ترمي له الكور، الكومبينيزون اللي لابسها تخلي الكورة هذوكم يلصقوا فيه، يلزم في الاخر نلقاو ستة كور لاصقين في اشرف، واضح؟ واضح. معناتها يلزم كل 10 ثواني، تو عندك دقيقة، يلزم كل 10 ثواني فما كورة لازمها تلصق. واضح. حاضرة؟ إن شاء الله. ثلاثة، اثنين، واحد، يلا. في عقلك، سيرين ما تخرجش من الوحده الخضراء، سيرين ما تخرجش من الوحده الخضراء. كرونو مازال في 45 ثانية. ايه في عقلك، في عقلك، في مازال بك حد في عقلك، في عقلك. اطلع تو تو تو. ربيع اي اي برافو. 25 ثانية مازالوا زوز كور، 25 ثانية تحت كورة. يلا امشي 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 في عقلك. يلا ورا بعضو ورا بعضو ورا بعضو. عندك امشي ثلاثة اخرين، ثلاثة اخرين. برا 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 برا. واحدة واحدة واحدة. مازال مازال. ستوب ستوب. والله صحيح والله صحيح. شتنكر زادة. اللي طاحوا ما يتحسبوش. اغزر لي يلزم في اخر اللعبة نلقاو ستة كور لاصقين فيك. مالوغوزمون هي عملت لا لها نجم نقولوا على خاطر. لا هي ما يسالش. فما اغزر على خاطر على خاطر اغزر هي وصلت لك الستة كور لازمهم يلصقوا. ما لصقوش في الكومبينيزون تاعك. مرة جاية. مالوغوزمون دوك توا جربوا الميزة اللي بعدها اللي هي خمسة عند أسامة. يلا. إشراق لوبجيكتيف نتاعنا خمسة كور. خمسة كور لاصقين في الكومبينيزون تاع راجلك اللي هو كيف ما اشرف باش يبدا ماشي جاي وهو معلق. لوبجيكتيف انك تقمر بالكدا باش توصل له الخمسة كور. حاضرة؟ حاضرة. كرونو في دقيقة 3 2 1 عندك. ما تخرجش من الوحدة الخضراء. لحظة لحظة لحظة. تو تو هات تو 45 سكوند. صحيت. يلا ربيع لحظة 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 هات هاي ثلاثة كور خلطوا مازالوا 30 ثانية هات هاي بقات كورة برك 25 ثانية 25 ثانية كورة برك وسامة عنده لابون تكنيك شايف أشرف ضيع ثلاثة كور ولا تو يستحفظ على الكور نتاعو بقاو 10 ثواني تو تو هذه هي تو 8 تذكر 7 5 4 قد قد مع الكرونو قد قد سايب يديك سايب انا 5 كور لاصقين في الكومبينيزون اوبجيكتيف اتا
أسامة. أنا بيان سور 15 نقطة يزيدوا لكم. نطيح لكم. والمليون. عنا 10 نقاط إكيب الكور رحاب ومرواني يلزمنا نرجعوا في الطرح مازلنا في الصفر 25 نقطة وليتوا أنت وأسامة إكيب الكارو أشرف سيرين 10 نقاط توا البنات هما اللي باش يلعبوا الأولاد أنتم اللي باش تميزيو يلا الأولاد توا البنات هما اللي باش يلعبوا فسر لكم اللعبة ما نعرفش كي نشوفوا لهنا فما بوند فيها 10 متر مرتك باش تبدا الديبار من هنا هذا الكرسي هذايا متخيل برشا عباد ساعات تبدا في البيرو يبدا عندك الكرسي تحب تمشي تجيب حاجه من عرش ولا حاجه تدز بساقيك نفس البرانسيب باش تدز بساقيك تشوف حتى لوين تخلط تقول ارجع غدوه ارجع غدوه نعملوها كيك يا خويا ناخذ بخاطرك تقول ارجع غدوه ودز ارجع غدوه ودز بيت ديبار بتاعك ارجع غدوه ودز توريت انا وقفت لهنا باش نهبط ساقي تهبطوا ساقيكم انا باش نحسب مع البلاصه اللي يوقفوا فيها دوك السؤال على ثلاثة مرات دوك نسي عندكم تخوا تونتاتيف جرب ثلاثة مرات باش ناخذوا احسن واحدة فيهم على ثلاثة مرات مرتك قديش تجيب من مترو على 10 مهدي انت تميزي الاول كيب الكور ستة مترو تخلط لهنا معناتها جرب ثلاثة مرات اكثر مرة تخلط هوني ديستونس هذيك به فيزابل ستة مترو مروان 3 متر 3 متر ونص 3 متر راي قد تعرف لهنا 3 متر باش يكون في بالك ما تشوف الديبار وين الخط 3 متر لهنا خمسة لهنا باه خمسة أسامة 6 متر ونص 6 متر هذا للسمك قد قد متريني عليها يا بيبي متريني عليها 6 متر ونص به هو لما حالة النص هذيك يخليك انت تلعب قبل مهدي دونك نجم من بعد في الدوره الثانيه مهدي يقول لي 6 متر و600 ينجم اشرف 6 متر و600 بلوجي 4 متر 4 متر اشرف شويه اشرف انا دوري شويه باش نعمل الدوره الثانيه 4 متر مهدي نقعدوا في السته نقعدوا في السته نقعدوا في السته مروان نقعدوا في الخمسه نقعدوا في الخمسه وسيمة 6 ونص اشرف 5 دمي 5 دمي بيت خليك تولي تلعب الثالث في عوض الرابع اما 5 ونص ولا 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 بدلوا ما دي 6.6 شكون يزيد 6.7 6 دوك عنا مهدي 6 مروان 5 وسامة 6.7 أشرف 6.6 6.6 اون فوا تنجم تطلع 6.6 دو فوا تنجم تطلع 6.8 ولا 7 7 7.1 استنى خلينا دوميز لأشرف قلت 7 7 وسامة 7.1 7.1 معناتها مرتك شوف دز بساقيها الكرسي دخلت لهنا معلم أنا عارف نطر 7.1 إشراق دخلت لهنا بالكرسي باه جارحة مرتي 7.1 نقعدوا في 7.1 واحدة اثنين ثلاثة سي بون سكروا الميز اللي باش تلعب الأولى إشراق عندك خطوة تشيف جيب 7.1 يولي وعندكم مش مليون أما زوز ملاي إشراف فسرك البرانسيب الكرسي يبدأ لبرا من الخط شي فوتو تثبيت بالكل تبدأ الديماري من هنا ساقيك ما يزميش اون فوا فوت الخط ما يزميش تمس تشو ديماغ ساقيك في وسط الساقل تنقز وتعطي أكبر دزة لتالي تخوا تونتاتيف يلا نقدم لك شويه ذي تحب تبدا وانت ساقيك مسا في القاعه ولا تحب تنقز ديريكتومون تسفيع دوك لهنا ناخذ هبت ساقيك
ناخذ مع سقيق قد قد تجي لهنا اقوى اي اقوى اللي هي 4.9. جرب مرة أخرى أخوي. دزة واحدة إشراق، دزة واحدة معاش بعد معاش تعمل حد شيء. يلا معاش تعمل حد شيء. هبت سقيك اللي قبل أخير اللي قبل أخير عاود خوزيم تونتاتيف دازا بيه يلا ناقصة هذه ناقصة أحسن واحدة هي الأولى بيه إجا بعد سيرين شو سيرين نجم تبدا نجم وانا بالتنجيزة. قاعده ها نجم وانا قاعده وندز روحي نجم انت قاعده وندز روحك اما ليسونسييل فوت الخط الابيض سقيك معاش مسرقه فما دوطخ تكنيك نجم زاد توخر تاخذ لي لون ومتى المهم اون فوا فوت الخط الابيض سقيك معاش مسرقه اي فاموس فاموس يلا لا 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 يلا شو عملت سيرين تو هذي ديجا عندك التوتاتيف تخسرت خاطر فوت الخط سقي عاود عاود برافو عاود عندك التوتاتيف خسرتها ديجا هاي سيرين زيد قربها شوي لهنا سيرين عطيتك 5 لا لا اقرب يلا هذي تخسرت زيادة علي؟ على خاطر لازم تكون قادة تهبط سقيك وانت قادة على الكرسي انت هبطت قبل من الكرسي ميسالش 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 برافو زيادة عندك كعبة هاي هاي هبطت يزلق جدا اما التكنيك اللي عملتها مش خايبة راه عاود عاود هاي عاود اقوى شوي هاي خوف اللي عملتها هاي شوية بشوية اما يزمك بعد اي 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 اقعد تو على روحك تو اقعد وهبت سقيك اخف غادي ماش تحرك ماش تحرك ماش تحرك ستة فاصل ثلاثة بعد على السبعة ليلى بعد على السبعة وفاول تخوات التاتيف نتاعك اللي بعده شكون اللي بعده ليلى 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 ستة هاي برافو هاي ليلى تحب رجعوا لك السقسو وتعمل كيف ما عملت إشراق تحب تعمل كيف ما عملت سيرين تحب تبدأ تسقيك في ديجا في القاع وتدز تحب تنقز أعمل كيف ما تحب ليسونسييل وين فوق فوت الخط سقيك ما عادش تمس القاع أوه بيه بيه متر ونص هاي هاي برافو عاود هاي عاود عاود برافو هاي يلا اللي بعده اللي بعدها دودان فما دودان صحيح صحيح لا اه ثقي مسكت عندك دو تونتاتيف تنحاولك بقات لك كعبه برك اون سول تونتاتيف هي الثالثه عقلك صحيح يظهر لي الستة باش تجيبهم يظهر لي اقف غادي اقف غادي تو اقعد اقعد هوبا هبت سقيك خمسة فاصل خمسة ما جبناش الستة ريحان الله خير عاد خمسة طلع في بلاصتك الاوبجيكتيف تاعك خمسة الله خير خمسة بعطسة اعطسيونش تلقي روحك على الخمسة هاي يا ريحان خمسة متر ركز ركز عبارة ماشي تجيبي في تليفونك سوني برا جيب تليفونك سوني سوني في كوجينا مش بحذاك كعبة وتخسرت ريحاب مازالو عندك دو تونتاتيف ريحاب ريحاب ركز ركز
هبطت ثقة. عندك دو توتاتيف مشي وحرام. الأخرى. اسمع. الأخرى. ما تهبطش سقيك وركز. جي. عودها كما هي. ركز. يعني نغزل لك. يلا. واي. حابك تفوت تفوت ساقي. عملت صعيب انت فتت الخمسه فتت الخمسه ما هبطت ما هبطت اذا ما تقعد قاعده ونحسبوا هي في بالها سي بون يري حابش عمل خسرت بلاش عمل هي انا ما فتت الخمسه خسرت بلاش عمل فتت الخمسه اما انت انا ما تقعد قاعده وتهبط ساقيك انا الحقيقه ايش اقول لك انا شاهدوني باش نجربها انا زيده ما نكذبش عليك خسرتها استنى ترى التكنيك شويه عرفت شد هاي نزال تاكلوا العشرة تاكلوا بالضبط 10.1 10 متر ضحكوا لها البنات ما فما حتى واحدة جابت ترميز متاعها دوك لا مش الميكرو اما مش الميكرو المليون يطلع حالكم نعملوا كون توش عنا عنا دي بوان 10 نقاط مهدي ونيلة كيبر كور عنا مروان ورحاب مازلنا في صفر اللعبة جاية إجا فسركم اللعبة جاية إليميناتواغ توا يلزمكم تعملوا رومونتادا يلزمكم ترجعوا في الطرح اللعبة جاية على 30 نقطة تجيبوهم تتعداو ما تجيبوهمش أنتم اللي باش تروحوا مازلنا في صفر أسامة وإشراق 25 نقطة بلاصتكم مضمونة في التور اللي بعده نورمالمون كل شيء كان ثلاثة الآخرين يعملوا إيجاليتي حاجة تنجم تصير إنها صارت سيرين أشرف 10 نقاط كيف كيف يلزمكم تحاربوا على بلاصتكم نحالكم مليون لعبة جاية على 30 نقطة لعبة جاية إليميناتواغ توسويت يلا كيف ما قلنا لعبة إليميناتواغ الكوبلة عنده أقل نقاط تو بعد اللعبة ذي هو اللي باش يغادرنا كيف ما الكونسيبت متاع الشيز ميوزيكالك اللي تبدأ موزيكا وندوره على كريسي وكي تقص الموزيكا كل واحد يختار كرسي فما الشيز ميوزيكال وإحنا عملنا الشليكة ميوزيكال دوك شليكة ميوزيكال باش يبداو يدوروا على الشليك وقت تقص الموزيكا يلزم كل واحد فيكم يحشي سيقه في شليكه سيقكم ما هو كم عموما زي ما تحط تتمس الواحدة الخضراء معناتها من بعيد يلزمكم تك تلبسوا الشليكه ما يلزمكمش تعفسوا على الواحدة الخضراء تبداو تدوروا بالسيق الاخضر كي تقص الموزيكا كل واحد يلبس فرده من الشليك نجم نصحها نجم تنصح راس سمك الخضراء لا تنزع له عفس عليا عفس عليا الخضراء اوتوكا اللي ما عندوش شليكه في سيقه هو باش يخرج كي باش يقعد واحد يغب خيزونت لو كوبل ما تقعد كان مروان في الاخر مروان هو يغب خيزونت لو كوبل نتاعو باش تاخذوا 30 نقطه واضح حاضرين بيدوروا لي بالسيركل توا دوروا بالسيركل دوروا دوروا بيه دوروا بيه دوروا بيه دوروا بيه باش دوروا في صوص دوروا صوص كيف من المونجيلا هكا هكا قبل هكا فوالا ابعثوا لنا موزيكا يلا ترخنا مطلة أنا بسنا أغزر لي مروان أنت بيه كل واحد فيكم عنده شليكة بعد وبعد وبعد الناس كل خليني جيست مروان وريحاب بعد جيست إيجا هكا خليني جيست أسامة سيبو بعد هكا إيجا خليني جيست مروان كورا كورا إيجا هكا إيجا هكا أسامة خلي كاميرات تشوف معناتها خلي خلي العباد تفهم اللي أنت ومرتك قلب على القلب تتعاركوا على نفس الشليكة اللي نورمالمون كل واحد يحط شيخه في الشليكة قلب على القلب أنت ومرتك خويا شنو نعمل؟ شكون مخرج فيكم؟ انا انا ريحان برا ارتاحي برا هو هو ما كانش من العكسين قال لك برا ارتاحي موسيقي يا ولد سايب لها شيخ لا وراه هكا كان سيبو عندك شليكه باش نقصوا شليكه تو رجع شليكه غادي وارجعوا دوروا يلا نيلة ما عندكش شليكة في ساقك نيلة
نيلة نيلة برا بحذر برا برا بحذر يا حاب. طيب وين هذه فكرة؟ والنقص وشليكة سيرين رجع شليكتك غادي. ما تقولش بشليكة أنت. سيبو نحي وشليكة. يلا كملوا ندوروا. استنى اخزر لي انا ساقي هي لولا ما خرج الساق اخزر لي استنى لي مسا في الشليك انت عندك شليك بعد شوي انت عندك شليك بعد شوي كيف كيف اشراق كيف كيف اسامه انا ساقي هي لولا لهنا خلينا نفسروا واش فماش ما فماش اخزر ما تزيدش ما تنقص لهنا انا دخلت ساقي دخلت فوق اين هو عملها تحتي هكا رجعوا للبار با خلنا اخزري احنا تو عنا زوج ساقين في شليك انا مش نحاول نفهم انا تو مش نحاول نفهم انا هي الساق اللي دخلت لولا انا دخلت لولا وارجع لك تلقاني انا دخلت لولا با دخل رجلو نرجع لكبيره تلقى الي عمري ما تحدد في السيتياسيون كيما هكا في حياتي باش تكونوا واضحين عمري ما رسلت لي لولا جماعه تاكد اللي ساقين زوج ساقين اما هو باللوجيك واش نعمل لها كي ساقيها ضري فهي اخزري باللوجيك باللوجيك هو يقول سيقو هي للوتا دوك هو سيقو هو اللي مشيت لولا للشليك هو بالنسبه لي انا نخير مرتي معناها مرتي صحيحه تخرج ليه تخرج عليه لا انا قالوا عنده حق ليش خاطر مرته معفصت لي على سيقي عندها سيقي لا باش جوست باش الناس تكون فرحانين يا جماعه شو نعملوا في السيتيوسو كيما هكا حر تعاونوني ببليك شو نعملوا صبعي يا مدى بيت من لوتا هي اللي تربح سيق لي من لوتا هي لا غانيون هي اللي ربحت دوك سيرين تخرج سيرين تخرج النقص وش لك اي واحد يعفسنا على سيق قديش انتوما خمسة دوك اربعة شليك يلا ثلاثة اثنين واحد دور واي استنى دوك ميلا عندك شليكه بعد اشرف عندك شليكه بعد مهدي عندك شليكه بعد دخلت سيق استنى انت عندك صباع لبرا واربع صباع في الشليكه استنى هو يقول قائل قبيله قرنا السيق استنى السيق اللي سيق اللوطة هو اللي ربح صحيت باهي وين سيقي انا مش اللوطة لا لا حتى قبيله هي سيق اللوطة قبيله كيك سيق لا 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 نفس السيتواسيون اللي كان فيها قبيله سيرين سيرين كان سيق سيرين كان سيق اللوطة من قدام امنتي سيق اللوطة اول شليكه هو سيق اللوطة اول شليكه ابارك اسبوع اللي على برا هذاك تحسبوه ها؟ انا عندي طلب هو هكا ولا مروان مروان انا لول هو لا محاله سيق مروان داخله 99 برميل سيقو 45 اشترى ذي اشترى في الدار مخليها سيق جيب اشترى شو نعملو سيق سيق مروان هنا هو مولي سيق مروان اللي داخل داخل باه اسامه اجى على برا باه نحيو شليك نروح بسيق واحده ما غير دزانه اي والله شليك اجيب باه توا بقى واحد برك من كل جروب عندنا واحد كارو واحد كار واحد تريفل واحد بيك دوروا اعملوا سيركل باهي واحد مقابل واحد منه الاخر مقابل واحد منه يلا توب مروان سامحني ما تنجمش كون رابح
لا ما تنجحش ما تنجحش انا كنت معاك مرتين اما لاني في سيتيوسو كيف من هكا خليت راه سي بوت نجتبت في سيتيوسو كيف من هكا مروان سيقو هو اللوطا سيق انت ميم با داخله لهنا انت اللي باش تخرج مروان مالوغوزمون يقعدوا زوج ليك يقعدوا زوج شليك بعد شليك بقاو زوج شليك تروا كونديدار كور والبيك والكارو يلا إشراق أنت راهو تي غوبريزونت أسامة حاضرين يلا إيش على برا؟ إيش على برا؟ العويقلة العويقلة. سيبو تجم تسيب. بقات شليكة واحدة هي فلوست. هذي تبعد على روحها وترجعوا الدورو. يلا. زرب توي هاي 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 هاي. البرة سيقو هو هو اللي ربح نادي هو اللي ربح نادي وليلى 30 نقطة يزيدوا لكم ليكم انتم توليوا 40 نقطة يجيو شوية على اليسار هكا أسامة أنا بسش ليك وإشراق مازلتوا في ال 25 نقطة بلاصتكم مضمونة يجيو منا أشرف سيرين يجيو منا عندكم 10 نقاط يخليكم تواصلوا مروان ورحاب يجيو بحذايا لهنا يجيو بحذايا يا حاب مروان لي ميسوتو فراني بالنسبه لكم انتم خساره سي دوماج حابينكم وحابين نزيدوا نقعدوا معكم اكثر وتقعدوا معنا اكثر ما احناكم ولا بالحق حابينكم برشا 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 ما شاء الله عليكم ربي يفضلكم ويبعثكم نتمنى لكم برشا برشا حاجات زينين كل الخير ان شاء الله نخليكم تسلموا على الاحباب والاصحاب والعائله تفضل انت لول نسلم على عائلتي ماما وبابا واختي وعائله مروان بالطبيعه حميتي ربي يفضلها لي مروه وصحابي ان شاء الله ما ننسى حد يا رب صاحبتي رنوش ربي فضلك هكاها ربي فضلهم لك الكل مروان نسلم على عائلتي وحبيبي واصحابي اللي يعرفوني الناس الكل على صاحبي عرفات وعلى بابا وعلى نسيبي بوري حاب اللي هو بابا ثاني زاد هذاك ربي يفضله لي وشاهدوا محمد تحيه كبيره شاهدوا محمد ربي يفضلهم لك الكل ميرسي بوكو اللي جيتوا بحذانا ربي يفضلكم ونبعثكم باي باي نكملوا احنا مع لي تخوا فيناليست نتاعنا يلا أربعين خمسة وعشرين وعشرة نقاط هذو من البوان تاعكم توا باش نبداو باش نرجعوا بلوتو للاسئله الاسئله بيك بروبوزيسيون نلعبوا على 50 نقطه كل سؤال باش نعطيكم الاقتراحات السؤال جيت بحذاك حماتك وانت مريضه بالحق مريضه في حاله تعبه ومريضه وسخانه وكل شيء انت ما نجمتش تقوم طيب مريضه قامت حماتك مشيت هي باش طيب وتريقل الامور تسمع في راجلك جي تخلي القاعة في الكوجينة قالها يا أمي علاش قائمة وعلاش طيب خليها هي حتى كان مريضة تو تقوم طيب أنت في سيتواسيون كيف من هكا شنو تعمل ونحب لهنا الصراحة البنات هاكا كيف يجبدوا يضحكوا دوك هنا نحبوا الصراحة بروبوزيسيون الأولى تطلب أمك ولا أختك تقول لها إجا عاوني راني مريضة هكاك أنت زادة يجيك رونفور من شيرتك أمك ولا أختك تجي تعاونك خاطر أنت بالحق مريضة بروبوزيسيون ثانية تقوم تواجه راجلك ديريكت تقول له سامحني كيفاش تقول هكا راك تشوف فيا مريضه بالحق وحال تحليله بروبوزيسيون ثالثه تعفس على قلبك وتحطك الوحده على جبينك وتقوم الطيب نايله بون هي حماتي الله يرحمها صاليش برشا اللي توفيت بون نكلم امي واختي يجوني تكلم رونفور اي رونفور تكلم امك واختك يجيو يعاونوني يجي طيبولي قيدوا نكلم عائلتي اشراق بون حميتي عبارة أمي معناتها بالحق نحبها على الأخر ونفرح حتى نبدأ مريضة نفرح بها على الأخر. أه؟ في هي ديجا تشبه لي تقول عليها أمي غلطوا فيها أمي في الطبيعة باهية وفي الزيت تشبه لي باهية هي كي باش تجي نورمالمون نختار اللي يجيبها الأولى نجيب ماما ولا أختي. هي حميت كيف أمك علاش؟ إي ما تعبهاش كمان هي خاطر معناتها تخدم معنا وكل معناها نعرفها تعبة نحب نفرح بها كي تجيني معناها. حميتي ما تقومش. لا نجم نقول قاعد بين الاولى والاخرى معناها دوك شنو نختاروا
يمكن كان انا قلت خاطر الكاله السيتياسيون اللي حكيت عليها انا مريضه ياسر مريضه آه. بالحق تعبه آه. مريضه وامي ديما تجي تعاوني معناها دوك تكلم آه. روفر تكلم آه. تكلم امك وقتك تجي تعاوني آه. اكتب كلم امي سيرين انا ديجا صارت وانا مريضه وجيت هي بون هي طيبتي هي الحق ما اما نفس على قلبي خاطر نحبها برشا 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 نفس على قلبك وحتى كي مريضه تقوم طيب وزيدها اصلا حتى كان باش نقوم ونواجه ماهوش باش يقتنع دونك نفس على قلبي باه قايدنا نفس على قلبي انا لي ريبونس نتاعنا باش نرجعوا رجالكم نشوفوا كان يعرفوكم بالكدا ويعرفوكم شنو جاوبتوا تو سويت يلا يونس انا نسيكم جيت بحذيك امك للدار مرتك مريضه في حاله تعبه بالحق مريضه 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 وسخانه وكل شيء روحت للدار تلقى امك في الكوجينه قاعده طيب قلت لها يا امي علاش تقوم انت طيب حتى كان مريضه تنجم تقوم هي طيب ومرتك سمعتها الحكايه مرتك تسمع فيك قلت لهم حتى كان مريضه تنجم تقوم طيب مرتك في السيتواسيون هذه شنو تعمل بروبوزيسيون الاولى تقوم تواجهك تجيك الكوجينه تقول لك كيفاش تقول هك تشوف فيك كيفاش مريضه وتشوف السخانه وكل شيء وتقول حتى كان مريضه نجم يقوم طيب كي جيت نجم راني قمت بروبوزيسيون الثانيه تعفش على قلبها وما تخليكش ما تكسرلكش كلمتك كان لازم تعمل واحده على راسها وتقوم طيب حتى كان مريضه البروبوزيسيون الثالثه تكلم رونفور تكلم هي زاده امها وتقول لها مالا اجا انت عاوني مادي حسب راك نايل اش تعمل قولي ما تتعبش روحك ومتكلم حتى ونكلم امي تجي هي تركح الامور الكل دونك تكلم رونفور تكلم امها جي طيب امها هي ورينا نايله الاردواز شنو مكتوب فيها بون ريبونس تكلم عائلتي تبدا ولا 90 نقطه نمشيو لاسامه واشراق اسامه نعرف انت ترينيت على كل شيء السيتواسيون هذه ترينيت عليها ولا ما ترينيتش عليها هذه تو ما ترينيت عليها تو ما ترينيت عليها كان تصير السيتواسيون هذه ديجا معناتها امها هي ديما تجي تعاوننا فهمت ها انت نتخيل تكلم امها باه ورينا اشراق شنو مكتوب في الاردواز نكلم امي برغيطوس تطلعوا لل 75 نقطه اشرف حسب رايك سيرين في كيف من هكا شنو تعمل المشكله ثلاثه ديستياسيونات اللي عطيتهم الثلاثه تنجم تعمل اول مشكله ايه انا نعرفها ما تخليش من روحها وباش تقوم وتعطي الضعف قوه وباش تقوم في نفس الوقت امها 24 معناها نسيبتي ربي فضلنا قدم لها تحيه ديما بحذانا وما هيش مخليتنا نعملوا حتى شيء بعد انت فرق سنه ومنه ثلاثه موجودين اما الاقرب اللي هو قاعدين نمشيو به تو اللي هي تكلم امها تجي اما انا متاكد راه حتى مريضه نعرفها باش تعمل مضاف قوي إيه انت متاكد كيفاش تاخذ ريبونس انت ماكش متاكد منها تو انت متاكد من حاجه تمشي ريبونس اختار لي منهم واحد تصور تكلم امها جي سير نقفوا غادي تقوم هي سير نقفوا غادي تقوم هي الطيب سير الزوز راهو الزوز موجودين اخزري واحد اثنين ثلاثة تختار لي واحد واحد اثنين ثلاثة تقوم هي تقوم هي ورينا الاردواز اشرف شنو مكتوب نقوم نفس على قلبي ونقوم دون ريبونس عندك 60 نقطة يزيدوا لكم ما كومش بعاد على إشراق وأسامة 75 نقطة أما بعاد على نيلة ومهدي 90 نقطة تو باش نقلب باش نقعد مع الأولاد البنات نتوما اللي باش تلبسوا الكاسك يلا أولاد السؤال مرتك في الخدمة جات واحدة جديدة تخدم معاها تعرفك ساعات تصير قصة حب أميكال للطفلة معناتها اللي جات تخدم مع مرتك حبوا بعضهم على الأخر ولاو ديما يخرجوا يعملوا قهاوي وفرحانين وشيخين وشيخة هي بصاحبتها جديدة زميلتها جديدة هذيا قالت لي كي نشوف محلاها وكل شيء يلزمني نقدمها لك نهار جبتها للدار كي شفتها أنت خرجت مرتك مشيت تحكي مع مرتك قلت لها شو يلزمني نقول لك الحقيقة راهو الزميلة نتاعك هذيا نعرفها وراي ليكس نتاعي مرتك في السيتواسيون هذيا شنو تعمل؟ نعطيك الاقتراحات مرتك تبدل موقفها وتعمل ديليني غوج ومعاش تولي صحاب معاها تبعد عليها مرتك بالعكس تزيد تقرب لها باش تزيد تعرف حاجات عليك بروبوزيسيون ثالثة عادي ليكس بتاعها قديمة ابريتو مرتك ماهيش مغيرة برشا تعديها تقعد صحابها وياها جوست معاش جيبها للدار مهدي قص العلاقة جملة وتفصيل اشرب مخك حتى كان ما تهي شيخ عليها وصحاب وكل شيء ما عملت لها شيء الطفل تبعد كومبليتمون اكتب لنا تقطع العلاقة
وسامة كيف كيف تقطع العلاقة هي و... تقطع العلاقة لا ما عنديش من يدور الريح ما عند... يلا تيف عليها به اكتب لنا تقطع العلاقة أشرف ليه مرتي تسمى رايدة شوي عليها تذبحني جملة أنا مش هي تذبحك أنا تذبحني مش هي معناها جملة إيه ما أنت شنو ذنبك أنت يا ودي أنا ذنبي ولا مش ذنبي عبارة ولدت معايا طفلة هذيك إيه أنت توكي تجيبها أنت جيب بالعكس أنت عملت حاجة به اللي هي كنت صريح كنت تجب تطفي الضوء وأقسم بالله والواحد بشكل نبزا ترى شكيك يا رجوي والله ما تضرش ما تضرش إيه ما ترى شكيك ما يغركش أباي والله لا يغرك مغيرة يبسة 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 اسمعني عندك شي فازة هكا عملتك تاع غيرة بتاع يبسة دقيقتين قلت لها نجي للدار طلبتني بجي نتعش وانا بتيت قعدت بعض الاولاد نلعبوا شكوبه دقيقتين نلقاها قدامي توا تروح لا لا اقسم بالله قالت لي توا تروح وانا في الدار الراجل مش في القهوه معناها هدت عليك الدار الراجل الدار الراجل وتطلب فيا قلت له يخرج انا لبرا خرجت خويا لقيت مش نعارك ما عندي حد شيء هبط راسي مشيت ما حليني عليك حليني عليك بصراحه راح هاو 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 خويا انا كسبتك كان هي ما عنديش واحد اخر هذيك هي خويا هذيك هي يكذب عليك يقول لك هذاك هو صحيح هذاك صحيح هذاك هو صحيح به دوك جمله روج وفير ونوار تقطع العلاقه معاها مرت كان ما صارتش وقتها في الدار شنو باش يصير واضح اكتب لنا تقطع العلاقه عندنا لي ريبوس نتاعنا الرجال الكل جاوبتوا كيف كيف نشوفوا كان النساء الكل يخموا كيف كيف ويجيبوا كيف كيف ويعرفوكم انتم شنو جاوبتوا يلا البنات نعطيكم السؤال انت تعرفت على زميله جديده جات واحده جديده تخدم معاك شخت عليها شيخة أنت وزميلتك هذية وليتوا صحاب على الأخر عرفتك كنت فودغ أميكال وليتوا تخرجوا تشربوا قهاوي وكل شيء أنا وهي ولا هو وهي كب يا سيرين أنت جيت واحدة جديدة تخدم معاك حسيتها هكا ما تقولش هيك تعرف عندك برشا سنين وليتوا صحاب على الأخر سير ولا ايه سير معناتها واحده جديده جات تخدم معاك الكورونت عدى بالكدا وكل لي ديبي فهمتني وليتو كل اخوات شبيك تكبس فيا بجنب عندك الحق اش عملت ديك بالساعه دوك وليتو صحاب على الاخر انت وزميلتك الجديده هذيا مشيت الراجل قلت له ياك نشوف عندي زميلتك تشوف محلاها وقداش جونتي وقداش متفاهمين وقداش طلعنا كيف كيف في برشا حاجات وكل شيء وكل حب هذاك الكل بتاع لي ديبي داميتي قلت لازمني نوريها لك صاحبتي هذيا جبتها مره للدار كي خرجت هي جاك راجلك قال لك شوف لازم يقول لك الحقيقة راهي الطفلة هذه زميلتك طلعت نعرفها راهي الاكس نتاعي قديمة أنت شنو تعمل في السيتواسيون كيف ما هذه الاقتراح الأول تزيد تقرب لها أكثر باش تعرف حاجات على راجلك وإلا تبعد عليها جملة تقص العلاقة تقطع العلاقة ملي كنتوا صحاب ما عادش صحاب وما عادش حاجتي بالصحبة هذيك وإلا عادي ولينا صحاب وفي الخدمة كل شيء نخدموا مع بعضنا صحاب جوست ما عادش نجيبها للدار أما ماكش مغيرة لك الدرجة نايلة قصمة وضوء تليفون كان يلزم الخدمة نبطل منها جملة جملة مش تحكي يودي يودي الطفلة ما عملت لك شيء جملة نبطل الخدمة قدم ديميسيون بتاعي صفا مريقل هذا كله على خاطر طلع راجل ياسر مالا ما 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 وضوء تليفون حول جملة من صفيقص انت ما برناش شي منها نقطع العلاقة ورينا ترى شنو مكتوب مهدي في الأردواز نقطع العلاقة خمسين نقطة يزيدوا لكم 940 نمشيو لأسامة وإشراق إشراق شو تعمل في سيتواسيون كيف منهك مانيش باش نحاول نعرف حاجات خاطر حاجات تقدم نتخيلهم حاجات باسي مانيش باش دونك الحاجة الوحيدة باش نقطع علاقتي بها تقطع العلاقة ما عملت لك شيء الطفلة تقطع العلاقة ما عملت لك شيء الطفل اي ما عملت لي شيء ما عملت حاجه تخمل صافا ورينا الاردواز وسما اخف غادي اشراق نقطع العلاقه بون ريبونس 125 نقطه اشرف سيرين اش تعمل في ستيشن كيما هكا لا ما هو السؤال هذا جمله شنو ونعمل مسح ذاكره النهار اللي جبتها فيه للدار زيد زيد شيء يعني شو بتقعدوا صحاب لا لويه يرحم والديها ووالديه كيف نصحاب شو بك صوت الجويد هذاك
تعرف شيء ايش قلت لك انت؟ والله ما تظهرش تختار عريقة سيرين ها؟ كو يزع كملنا كو اخذت حقها العريقة ورينا الاردواز شنو مكتوب اشرف بون ريبونس نختار عريقة تطلعوا للـ 110 ما كونوش بعاد على بعضكم 110 125 140 نقطة تو من الأسئلة باش نرجعوا للألعاب كل لعبة على 100 النقطة تو سويت يلا ولاد نسي هما اللي باش يلعبوا البنات باش نرجعوكم شوية للونفونس باش نرجعوا لك اللعبة هذيك اللي تخرج لي بول هذوك نتاع الصابون فقاعات صابون كي تحبوا دونك انتم باشكم تخرجوا فقاعات صابون وتقعدوا تتبعوهم تنفخوا من غادي دونك مش بعد برشا لهنا قرابي تنفخوا لين تدخلوهم في وسط السيخ هذا بالهواء تمشي يمين يسار توصلها حتى لهوني في دقيقه مرتك قداش توصل من واحده برك واضح كعبه وسامه الفقاعة الأولى تاخذ الضنك فقاعتين الفقاعة الأولى تاخذ فقاعتين فقاعتين باهي زويز أشرف أوتوماتيك مو أكيد ما عندكش سوا أوبليجي باش تحط تجيش زوز ونص زوز ونص كيفاش النص باهي وترجع أوتوكا ثلاثة هي أكبر ميز دوك أنت اللي باش تلعب الأولى سيرين إجا بحذايا دوك كيف ما قلنا الطاولة ماهيش باش تكون بعيدة الطاولة باش تكون لهنا ديبار بتاعك من هنا لازمك توصلها حتى غادي ثلاثة يلا في 60 ثانية 3-2-1 توب خونو عندك يلا انفخ قدامك بالقوي امشي واضح هاي بام هاي علي برافو صحيح صحة زوز صحيح زوز واحد عاود عنا واحدة هاي يمشي هاي على البار عاود 30 ثانية باش توصل زوز مازال وصل سيرين جيبهم هاي يمشي كبيرة هذه في عقلك برافو كعبة خد كعبة مازال كعبة هاي ماي هاي البار ما تنساش مازال في عقلك 15 ثانية يلا هيا ولي لا ما تعديش امشي واخر شوي عاود امشي في عقلك عاود ساك امشي 4 3 2 هيك امان اما اسمع تعدي وزوز من الاول تعدي وزوز مش واحده شو حشتي لهنا اوبليجي باش ترجعوا للفار وبنجي باش نرجعوا للفار باش نثبتوا من الاول دوك توا قعدنا شكون قاعد يتفرج في الاولانيه افكتيفمون كلامك صحيح تعدي زوز واحده صغيره ومن بعد تعدي الكعبه دوك الثلاثه وصلوا بيجوي عندكم 100 نقطه يتزادوا لكم والمليون سيرين صدقني تو البنات وانت تعرف وكنا نعرفوا اللي ما هيش سهله بالكل جربناها قبيله الاولين جربوها وكل متى ما هيش سهله بالكل ما نعرفش شنو التكنيك اللي لقيتها من اوتوكا حرك فيك الصغر اوتوكا وصلت ثلاثه كور ولو عندك 210 نقاط وليتوا الاولانيين تو المليون كي تحبوا تستحفظوا عليه وتخرجوا من الميسيون هذايا بزوز ملايين مينيموم اقل حاجه يلزمكم تربحوا اللعبه الجايه مسكين سيغ بلاصتكم مضمونه في الفينال اللعبه الجايه اليميناتوار اسامه اشراق تربحوا تتعداو تمشيوا حتى اللي كيستيون ريبونس فينال تخسروا تروحوا مهدي نايله كان اسامه واشراق ما ربحوش انتم تواصلوا كان اسامه واشراق يربحوا انتم اللي باش تروحوا ويوفى الحلم بتاع الكهرباء
انتوما مازلتوا حتى لاخر ليميسيون الكهرباء مازلت حاجه بوسيبل بالنسبه لكم انتوما ايش اختو انتوما اللي تفرجوا فينا في دياركم الكهرباء مازالت بوسيبل لكم انتوما وكل حلقه اس ام اس في حرف ان 85 812 وممكن من هنا لاخر ليميسيون كان تحس اليوم زهره معاك كان تحس اليوم حاله معاك طيش اس ام اس في حرف ان 85 812 ممكن ربع ساعة ماكسيموم أربع دراجة كيكا تلقى روحك رابح كهرباء إن شاء الله يا ربي نمشيو للعبة الأخرى لعبة إليميناتواغ الأولاد أنتم اللي باش تلعبوا يلا الأولاد هما اللي باش يلعبوا تو كان يتفرج خلطت ثلاثة آخر الأولاد باش مريان هكا تقول حاصيروا هبتي باش تكوروا ولا باش نصليو عندنا طرح دربي مزيان سيف دربي مزيان خسركم علاش هما تو مش مريين شامرين سقاو على خاطر في اللعبه الجايه باش نحسبوا في دقيقه راجل قديش نجم يلبس من كلسيته من كلاس اللي يلبس اكثر هو اللي باش يربح نيله قديش وقته دقيقه دقيقه يلبس 15 به لا سافا 15 يظهر لي يظهر لي هذيك اي الموين يظهر لي ما نعرفش 15 اشراق 18 اه برشا تنجم تحط 16 هكا هو تفوت نايله راهو صعبت عليك زدتوا ثلاثة اخرين راه الكعبه بحسبها باه 18 سيرين قداش عندك 15 و 18 16 دوك اكثر من نايله اما اقل من اشراق حتى تروحك في الوسط 16 تلعب الثانيه اكبر ميز هي 18 دوك اسامه انت اللي باش تلعب الاول اجا لهنا اسامه كان باش يجيبهم باش تاخذوا 100 النقطة وتفكوا المليون لسيرين وأشرف ويقعد عندكم ما عادش يفكوا لكم حد. كان ما جابهمش باش نتعداو لسيرين. نعملوا تور أخرى نزيد ولا نقصوا؟ نعملوش تور أخرى؟ أي شوف قلت لناش نقصوا. دورة أخرى؟ قوم سيرين نعملوا دورة أخرى. أي خليك هكاك خليك هكاك استنى. نرجعوا لميز ما يصيرش ناخذ بخاطركم. دوك. أنا 15 18 16 عندكم ألف حق مسيس نعمل دورة أخرى بوغ فيريفي. نايلة نقعدوا في 15 12 خلي 12 تنجم تهبط تنجم تطلع تنجم تهبط خلي 15 خلي 15 إشراق 18 18 هي بدا الأولى ها؟ الأولى 18 إلى حد الآن الأولى به سيرين 19 19 قوم أسامة يجي قعد أشرف سي بون كونفيرمي استنى 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 اغزر لي 15 18 19 اون فوا دو فوا تروا فوا دوك اشرف هو اللي باش يبدا الاول 19 كالسيتا ركز معايا مليح صديقي اغزر لي مليح 19 كالسيتا اجا قعد تلبسهم اغزر لي تلبسهم في دقيقه تصورها انت يجيك واحد تبدا قاعد هكا يجيك واحد يقول لك معلم تلبس 19 كالسيتا في دقيقه يولي عندك زوز ملايين تصورها انت نلبس له 21 نلبس له 21 به هذا المطلوب اقعد حاضر حاضر 3 2 1 يلا اه بسيق 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 امشي بسيق لي بعدها بر 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 اثنين هذوما وين الزرقاء اللي لبستها الاولى؟ ما نعرفش حنا نلبسهم الكل كيما يجي يا اشرف كيما يجي لا 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 بعيد ياسر بعيد ياسر بعيد ياسر يا اشرف هز سيقك علاش تقعد انت تهبط لها هكا تلبس كلاسة لا لا بعيد بعيد كان تخلط على 10 كلاسة يسمى بالقدا يظهر لي اشرف ماشي اشرف وعلاش ما تمشيش لي هكا يبداو هكا خشين وعلاش ما تمشيش اثنين واحد ستوب 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 هاي تحدد هذيك محسوبة أشرف تعرف توريت اللي عملتو باش تعملوا في الصوص العكس ليه ما نساش الصوص باش نجموا نحسبوا لا ولا تعب دوك ناحينا الأولى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة
تسعة قلت لك حتى 10 سنين بضروري تاخذ عليهم. أما أنت ما كانش عندك لابون ميثود صديقي، ما كانش عندك لابون ميثود مشيت الوحيد ياسر ضيقين، نورمالمون فما كعبيد كهكا لارج قلت تمشي لهم ديريكت. أرجع أقعد على روحك، إجا بحذايا أسامة، إجا بحذايا أسامة. 18 ما تعيش قلت لازم تجيب حذاء ما تريد انت حتى كان قعدت في الميزولة اللي هي 16 ما كانش يا اختي جيب وسام خليك لاست غادي انا مشاتك الكرونو لازم تقعد بحذاء من غادي مدلو ولا لا 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 هو يهز وحده وسام 18 كارسيت تلبسهم في دقيقه تنحي المليون لسيرين واشرف وتاخذ مليون وتاخذ بلاصه في الفينال صورها معناتها انت تقول في مخك اللي انت نجم تو كان تلبس 18 كارسيت هذوما في دقيقه هذه الحاجه تخليك تربح كهرباء شويه اخر تصور دوك نورمالمون كوراج ها؟ اي واحد لازم نقريب ثلاثة اثنين واحد عندك وسامة يلا كعبة اثنين نمشي الساق لبعض ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بقاو عشرة تو بقاو لك 35 ثانية عشرة مريقل مريقل راك تخلط 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 تزيد صحيت 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 بقاو 18 ثانية طويل برشا 15 ثانية تخلط تخلط زيد 15 ثانية مازالوا فما كعبيت كبار. اوك مكعبيت لك. جويدة هيك جويدة جويدة. أربعة ثلاثة اثنين واحد ما تحسبش. ما تحسبش الأخرانية ما نحسبوهاش. باهي. توا هذول ضيعنا الحساب وما عادش عارفين قداش من كاسيتا فما. أما نعرف اللي مو خليناك عندك 35 ثانية و10 كلاستك هاو لازمهم يتلبسوا. اسكو تلبسوا ال10 كلاستك هذوما في 35 ثانية ولا ما نعرفش. نبداو نحسبوا. يلا ترى حر أم مشي وجاي يا وسامة ترى مشي وجاي صبا أمريكا تمشي 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 صبا نبدأ ونحسبه يلا وسامة كعبة نحي كعبة السق شوية السق خلي السق الفوق هذا السق قعد فوق السق الأخر خلينا نحسبه معك به كعبة اثنين ثلاثة أربعة ذكروا خمسة ذكروا اللي كان عندك 18 كاسيت اللي قطعت عليهم مرتك عندك بلاصة في الفينال مضمونة ومليون مضمون ستة سبعة سبعة هكا ولا ثمانية هذه تو اللي باش نحيها كيف تخلص تسعة هذه تسعة هذه تسعة هذه تسعة بر تسعة عشرة عشرة لهنا كان عندك ثمانية كلاست كان عندك ثمانية كلاست عندك المليون تنحي الأشرف وعندك بلاستيك مضمونة في الفينال نايلة ومهدي توفى اللعبة بالنسبة لكم لهنا دوك كان عندك ثمانية كلاست واحدة اثنين ثلاثة أربعة لكش متشوقة بس عبيت خمسة نقصين ثلاثة ستة ستة هاي هاي سبعة لا هيكم مقلوبين ما يجمش يلبسهم راه نجم صعب على روحك راه كي تاخذوا حيد مقلوبين مقلوبين مهدي نحيهم انت تو حديتهم كل فوق بعضهم وانت تتصرف ثلاثة اثنين واحد توب عندك هيا مهدوش كعبة اثنين ثلاثة أربعة خمسة مازالوا عشرة
تسع مهدي ستة ستة مش لازم تلبسها لك سبعة يس ثمانية مش لازم تلبسها الكل مش لازم تسعة ثمانية خلي هكا تسعة تسعة مش الكل مش لازم الكل للبس تسعة عشرة هيا حديش مش الكل حديش مش لازم أربعة في عشرة ثواني تسعة اثناش تسعة تسعة ثلاثاش ايه أربعتاش وفين وقت وفين وقت وفين وقت وفين وقت كعبة كعبة أنا غالب مهدي نيلة ما جبتوش لمية النقطة أي. أما بلاستكم مضمونة على خاطر أنتم أكثر وحيدة عندكم مش أكثر وحيدة عندكم نقاط أي. أما عندكم أكثر من إشراق وسيمة إشراق وسيمة لم يصوتوا فرانا بس بليكم أما أشرف وسيرين مالوغوزمو يتضنيك خسرتوا في اللعبة ذي وما ربحتوش المليون يتنا حالكم ويرجع لنا لنا أحنا حد ما بيش يربح المليون إشراق إيجا بحذية وسيمة إيجا بحذية ليميسيون إشراق مالوغوزمون توفى لهنا بالنسبة ليكم فرحنا برشا اللي جيتوا بحذينا أسامة إيجا أرجع لهم بعد مسيرش فرحنا برشا اللي جيتوا بحذينا بالحق محليكم شرفتنا بحضوركم ميغسي اللي جيتوا بحذينا خليك سلم على الحبيب والأصحاب العائلة نسلم على أمي وبابا ياسر وعلى حميتي وحموية نحبهم برشا دارنا وعائلتنا عائلة راجل عبارة عائلتي زيدة ثانية سلام على أختي برشا وراجل أختي حمود وجود وعلى كنزة وندو وعلى وسيم وعمر وفامي الكل وصحابي صحابتي صحابتي سلطانة سلام عليها برشا والبنات الكل صحابي وبسكم برشا ميرسي بوكو زيدة ليكيب الكل يا عايشك ميرسي اللي جيتوا بحذينا أسامة ميرسي بوكو على كيف فرحتوا بينا بالباهي نسلم دونك على أصحابي وعلى أقرب الكل اللي يعرفوني الناس الكل وناس والكيب متاعي متاع الخدمة يعطيهم الصحة بون كونتينياسيون إن شاء الله يعطيكم الصحة على الاستضافة ويعطيكم الصحة على البروغرام ميرسي بوكو يعيشك يا أسامة ربي يفضلك ميرسي محليكم ربي يفضلكم لبعضكم باي باي ميرسي جيتوا بحذنا مرة أخرى نمشيو للفينال شكون باش ياخذ 45 ثانية باش يجاوب وشكون باش ياخذ دقيقة باش يجاوب هذا اللي باش نشوفوه تو سويت يلا جماعة خلطنا الفينال تو نلعبوا على 15 ثانية 15 ثانية نجموا يبدلوا برشا حاجات على خاطر كيبدا عندكم أكثر وقت عندكم بلوس دو كونفور بتجاوبوا على لو ماكسيموم دو كيستيون باهي تو اللعبة هذيا تعرفوها لعبناها لهنا برشا مرات ميموار كونسونتراسيون تركيز باش نوريكم أنا كومبينيزون تاع كور أنتم زادة اللي تفرجوا فينا في دياركم تنجموا تلعبوا معاهم ركزوا مليح باش نوريكم الكومبينيزون خمسة ثواني من بعد يلزمكم تعاودوا تعملوا نفس الكومبينيزون تنجموا تخدموا أون إيكيب تشوفوا الكومبينيزون سكانيو تنجم واحد يخصب عليه من غادي واحد يخصب عليه من هوني على راحتكم في دياركم زاده كيف كيف تبداو تعرفوا شكون صحيح وشكون غلط بالمسبق حاضرين حاضرين 3 2 1 احفظوا يلا امشي ستوب حد ما عاش يمس حد شيء الكرة الأولى زوز حاطينها صفرة وهي لونها صفرة بون ريبونس زوز حاح الثانية زوز حاطينها حمرة وهي لونها حمرة بون ريبونس الثالثة حطيتها بيضة وحطيتها نيلة ترانسبارونت وهي ترانسبارونت عندهم لأني ان بوان انتم عندكم غلطة اللي بعدها انت حطيتها ترانسبارونت وهي حطيتها بيضة وهي بيضة دو بوان نيلة عندك غلطتين اللي بعدها زوز حطينا حمرة وهي صفرة غلطة ثلاثة غلطات اللي بعدها انت حطيتها صفرة وهي حطيتها ترانسبارونت وهي حمرة أربع غلطات غلطتين اللي بعدها انت حطيتها بيضة وهي حطيتها صفرة وهي بيضة ثلاثة غلطات أربع غلطات هي بيضة ها؟ ها؟ انت صحيحه دوك انت صحيحه هي ولو عندها ثلاثه غلطات وانت قاعد في اربع غلطات اللي بعدها حطينا حمراء زوز وهي ترانسبارونت خمسه غلطات اربع غلطات اللي بعدها زوز حطينا بيضه وهي
زرقاء، ستة غلطات، خمسة غلطات، اللي بعدها حطيتوها ترانسبارونت، حطيتوها بيضة وهي ترانسبارونت، خمسة غلطات، خمسة غلطات، إيجاليتي. اللي بعدها حطيتوها صفرة وحطيتوها زرقاء وهي صفرة. دوك لهنا انتم عندكم غلطة زيد عليهم. اللي بعدها حطيتوها بيضة وحطيتوها صفرة وهي بيضة. دوك عندكم غلطتين. اللي بعدها هما حطوها صفرة وانتم حطيتوها بيضة وهي حمراء. دوك ثلاثة غلطات، غلطة واحدة. واللي بعدها حطيتوها حمراء، حطيتوها صفرة وهي صفرة. صفرة. يأخذوا هما اللي ربحين. عندكم غلطة زايدة عليهم، دوك عندكم 60 ثانية بتجاوبوا، عندكم 45 ثانية بتجاوبوا. بون شانس ليكم الزوز. تو سويت كيستيون ريبونس. يلا ليلى مهدي، عندكم 45 ثانية بتجاوبوني على لو ماكسيموم دو كيستيون. ما عندكمش لافونتاج نتاع الوقت، مارينا برشا مرات في الميسيون هذا اللي توتي بوسيبل. ليلى نسألك ونقول لك مهدي يعرف أي ولا تقول لي جوست أي ولا تقول لي أي غادي وين مهدي أنت تجاوب. واضح؟ واضح. حاضرين 45 ثانية في الكرونو. 3 2 1. طب نيلة راجلك يعرف ولا شنو المناسبة اللي تفد منها؟ يعرف العرس. صحيح. يعرف ولا لون تليفونك؟ يعرف. أكحل. صحيح. يعرف ولا آخر حاجة هبطت على الفيسبوك شنو؟ يعرف. انيفرسير ولد ياسين. غلط. يعرف ولا سمي لي حاجة بلوتو اللي ديما لاهي بها في الدار؟ نيلة يعرف حاجة اللي هي ديما لاهي بها في الدار. لارا. ستاجيخ. قطوستي. لارا. غلط. يعرف ولا الحاجة اللي ديما تكره في فطور الصباح؟ يعرف. بسكوت وترتين. صحيح. يعرف ولا الغناء اللي تهديها له؟ يعرف. بس يعرف ولا اسم عرفك في الخدمة؟ ما عنديش عارفة. اش معنيش ريبونسولا. صحيحة. العريس اكثر مناسبة تفد منها. لون تليفونك اكحل. صحيح. دو بون ريبونس. اخر حاجة هبطت على الفيسبوك هو قال تصويرة ولدكم وانت قلت انا قلت تصويرة. انت قلت تصويرتك. تصويرتي ما بون قلت تصويرتي. الحاجة اللي ديما لاهي بها في الدار انت قلت القطوسة. هي قالت النظافة. دوك مازلنا عندنا كان دو بون ريبونس. الحاجة اللي ديما تكره في فطور الصباح بسكوت. صحيح. الغناء اللي تهديه لك ما تعرفش على بالي شيرين واسم عارف في الخدمة قلت ما عنيش عارف. دوك ما خلطناش الكيستيون اللي بعدها. دوك عندنا 3 بون ريبونس. انسما مش خايب بالنسبة ل 45 سكوند. انسما مش خايب بالنسبة ل 45 سكوند. نقول لكم بون شونس ونشوفوا أول كوبلي اللي بعدكم نشوفوا شو يعمل. يلا سيرين أشرف، عندكم الأفونتاج نتاع الوقت، عندكم 60 ثانية بتجاوبوا على لو ماكسيموم دو كيستيون. ما تعرفوش على الكوبلي اللي قبلكم قداش عنده من ريبونس صحيحة. جوست اكبسوا رواحكم ما تدخلوش بعضكم. أشرف نسألك نقول لك سيرين تعرف أي ولا تقولي جوست أي ولا. كي أنت تقولي أي غادي وين سيرين تجاوب. ما تجاوبش قبل ما هو يقول أي. هذا كان عندك الريبونس. سيرين هو يعطيني فاليداسيون. ما تعرفش قولي باس نتعدي. واضح. حاضرين؟ حاضرين. بسم الله. 3 2 1. توب خونو. أشرف سيرين تعرف ولا شنو هي المناسبة اللي تفد منها؟ تعرف. بس تعرف ولا شنو لون تليفونك؟ تعرف. أزرق. صحيح. تعرف ولا آخر حاجة هبطت على الفيسبوك شنو هي؟ تعرف. تصوير تعرسنا. صحيح. تعرف ولا الحاجة اللي ديما لاهي بها في الدار؟ تعرف. جنجين. صحيح. تعرف ولا الحاجة اللي ديما تاكلها في فطور الصباح؟ تعرف. عظم وزيت. صحيح. تعرف ولا الغناء اللي تهديها لها؟ تعرف ولا اسم عرفك في الخدمة؟ تعرف. حلمي. صحيح. تعرف ولا الحاجة اللي تعملها بالزربة كي تقوم مخر في الصباح؟ تعرف. يلبس حوايجو. صحيح. تعرف ولا لون آخر صباط شريته؟ تعرف. جري. صحيح. تعرف ولا مكان ولادة أمك؟ تعرف. تونس. صحيح. تعرف ولا أكثر حاجة ديما تتعاركوا عليها؟ أنا نعرفش. تعرف ولا الشخصية المشهورة اللي أنت مغروم بها؟ تعرفش. تعرف ولا الوقت اللي تحط عليه الريفي؟ إي. 10:30. صحيح. تعرف ولا الحاجة اللي تعملها ديما نهار راحتك؟ إي. نخرجوا. غلط. تعرف ولا أول وردة هديتها لها وقتي؟ برافو. صحيح. برافو. عملتوا اللي عليكم. علمنا اللي علينا. عملتوا اللي عليكم وعندكم الأفونتاج بتاع الوقت. عندكم برشا صحاح. لون تليفونك أزرق. آخر حاجة بطلت على الفيسبوك تصور العرس. صحيح. الحاجة اللي ديما لاهي بها في الدار دقنقين. صحيح. فطور الصباح عظم وزيت. صحيح. الغناية هذيك نتعديها ما هو قال عروبية.
اي هذيك غنيتنا ديجا غنيت اي مسالتك قلت لي انت قلت لي ما تعرفش ما سمعت السؤال انت قلت لي باس به اسمع عرفك في الخدمه حلمي صحيح خمسه الحاجه تعملك تقوم بالزربه لابسين الحوايج سته صحيح اللونس بدري الاخر شريته جري صحيح مكان وليد امك تونس صحيح صحه الراس اكثر حاجه تعاركوا عليها العنيد صحة الراس العنيد وصحة الراس عندكم 9 بون ريبونس 9 بون ريبونس في دقيقة يظهر لي هذايا ريكور بالنسبة لينا أنتم اللي باش دوروا الغو يا مجوي مبروك خليه يجيو شوية هكا يجيو بحذايا مهدي ونيلة ليلى شبحتي مهدي كيف كيف مهدي سيتي ان بليزير شوف اخزر لي حتى كان جاوبت زوج ثلاثه اربعه اخرين مازلتوا بعاد على التسعه يظهر لي ريكور يظهر لي عمرها ما صار التسعه 9 بون ريبونس في دقيقه سي بريسك ان سون فوت ان توكا فرحنا اللي جيتوا بحضينا غادي معاكم هاد خيط بو مومو ربي يفضلكم اللي بعثتم نتمنى لكم كل الخير مهدي خليكم نسلموا على لا فاميلي لا اصحاب لا حبيب انا فرحانه برشا اللي جيت ما جيتش على الربح صراحه جيت هكا كاكسبيريونس باش نشوفك باش نشوف الجمهور طلعت ونحب نقول لكم تابعوني على الانستغرام نيلو فاشن ستار بالايغريك انا نعمل فونت اون لين وكون صحابي وحبيبي وامي وبابا واخواتي الكل باش ما ننسى حد وما يضغطش حد ومحليكم الكل وسيرتو الجمهور ميرسي بوكو عايشة كمالة خويا نضال اول حاجه نحب نشكر الاعداد الكل فريق الاعداد الكل وخاصه انت خويا نضال والجمهور الكبير هذايا نحب نقدم تحيه لاصحابي وخاصه شله السنقور وزاد كيف كيف اصحابي الكل اللي يعرفوني واللي يحبوني واللي ما يحبونيش وان شاء الله ديما منورين الدنيا كل كيف كيف اخواتي فوزي وسليم وناديه اختي خلي ربي يبارك لهم ان شاء الله ربي يفضلك ميرسي نادي ربي يفضلهم لك نحب نقول زاده ميرسي لها اللولا رايعه خلي الدنيا يعيشك نضال باي باي بون شانس احمد اشرف سيرين ايوه مبروك عايش فرحنا لكم عايش والله فرحنا لكم برشا عايش هبلوا محليكم نشكر برشا الجمهور على التفكير اسمعني انا الجمهور الاخر يقول لك نعرفه بالكدا نار نعرف وقتاش حابب كوبل وقتاش يبدا مش حابب كوبل نرجو نقول لكم الجمهور حاببكم برشا ربي يخليك ونرجو نقول لكم حتى اللي برشا عبيد يتفرجوا في دارهم حبوكم برشا به نجم نقول لكم اللي برشا ناس في ديارهم وحبوكم برشا وبرشا ناس تو يتمنوا لكم على خاطر هكا محليكم ولا بالحق محليكم برشا ناس قاعدين يتمنوا لكم تخرجوها هذي ان شاء الله ان شاء الله اليوم ان شاء الله عندكم ان شاء الله هو ليسونسييل والله كي جينا ولعبنا والله عملنا برشا شو لي كونديدا اللي معنا محليهم على الاخر ولعبنا وعملنا جو هذيك الفكره هذيك اهم حاجه تفرهدتوا وشيختوا عندكم انتم زيد لي كوبل تحبوا تجيو بحذانا تعملوا جو وتتفرهدوا وتشيخوا ممكن تربحوا الكهرباء ذا اس ام اس بحرف دي ب 85 810 اجيو بحذانا مرحبا جربوا حظكم وانتم اللي تفرجوا فينا في ديركم كان تعرفوا اللي عندكم زهر اللي ممكن يوم حاله معاكم تقول ممكن يوم سي مون جور دو شانس بقولكم ممكن دقيقه زوز ماكسيموم ثواني بركشي على الكهرباء ذي ممكن شويه ياخذ تلقى روحك ربح كهرباء اس ام اس تو تو سويت في حرف ال 85 812 اليوم نهار جمعه اليوم نهار مبروك ينجم يكون عندك الحظ وتنجم الكهرباء تكون كرهبتك نحب نذكر زاده كيف كيف اللي على قناه الحوار التونسي فما كهرباء مش نابورت لاكيل نحكيو على البيستون تي 77 كهرباء قيمتها 117 مليون و777 هذايا موجود على قناة الحوار التونسي للربح باس ام اس واحد كيف كيف اس ام اس واحد يخليك تكون عندك الفاو بيستون تي 77 نذكركم اللي هذايا من احسن الاس في في اللي موجودين توا في تونس الكهرباء مازالت كي دخلت في تونس الكهرباء بالحق اكسبسيونيل سوما نورمالمون اكثر من هكاك برشا توا اللي 117000 دينار و777 تنجم تولي كهربتك باس ام اس في حرف ال 85 811 يلا اشرف سيري انا حاسس ان شاء الله ان شاء الله حاجه باهيه ان شاء الله ان شاء الله الكهرباء ما حاسني او كان ان شاء الله حاجه باهيه برشا محبه ما بيناتكم بالحق برشا محبه تتحس
وتتحب المحبه اللي ما بيناتكم وتخليكم انتم زادة تتحبوا. بنتي هذيك من نجم وكان نتمنى لكم الكربه ذي ان شاء الله تروحوا بها للدار، تروحوا فرحانين، تروحوا شيخين ربحين كربه جديده. نعرف اللي تعاون برشا حاجه، تعاون برشا 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 برشا، كربه جديده في الدار. شكون باش يدور على الغوه ذي؟ انا كل هو وعلاش ما دوروا ايش مع بعضكم يد في اليد؟ اي مثلا ها اي تحطوا اليد في اليد ودوروها مع بعضكم ها بيه يلا. بعد اذا هكا تبعوا الكهرباء. وين الكهرباء؟ الكهرباء هاي باش تعمل دورة أخرى، الكهرباء السور باش تعمل دورة أخرى، الكهرباء السوري باش تعمل دورة أخرى، إسكو باش تقف ولا الكهرباء؟ آه آه يا 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 عادنا شو ربحتي؟ ربحتي أورديناتور وأمبريمونت وتليفونات بورتابل قيمتهم 5 ملايين. مبروك أورديناتور جديد، أمبريمونت جديد، وتليفونات بورتابل تو قيمته 5 ملايين. فرحنا لكم برشا، تمنينا أنها تكون الكهرباء مالوغوزمون هذولا حاجة باهية وتفرح. أون توكا فرحنا برشا 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 اللي جيتوا بحذانا، ربي يفضلكم ويبعثكم إجاوا بحذايا. نتمنى لكم كل الخير، برشا حاجات مزيانين. ميرسي أونكور اللي جيتوا بحذانا. أشرف سيري نخليكم تسلموا على الأحباب الأصحاب العائلة. نسلم على أمي ربي فضلهني ورحم على أبويا، ونسلم على أخواتي وصغار أخواتي نحبهم برشا، ما نحبش نسمي باش ما تحرج حد. أي نسلم على عائلتي الكبيرة الكل وعلى حميتي برشا برشا، نبوسها برشا برشا خاطر بالحق نحبها وتحبني على الآخر. وصحابي ملوك ديديكاس لي لارز على البيبليك. أشرف أنا قدم تحية الساعة الحاج جامي وحيد وتوصل لي قال لي قول له ان شاء الله يجيب حدايا ونعمل له حجامه ممتازه على الاخر. ان شاء الله نسلم على امي برشا، نسلم على توت الفامي، نصلي من نسلم على اصحابي واحبابي اسامه نجم الدين ولاد كل ولاد كل ولاد حومتي. ميرسي بوكو الببليك. ميرسي بوكو عايشك 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 خويا ربي يخليك سيدي. ميرسي بوكو عايشك بسلامة. خلاتنا توا الاخر الميسيون تاعنا، ان شاء الله نتقابلوا نهار الجمعه الجاي في حلقه جديده من انتي والمجيره.